جميل. يا مرحبا سنة جميل. لا حبيبي لا حبيبي، انت طبيب تغذية، نحن نأكل كسكس في المغرب، نأكل كسكس مغرب، طاجين باللحم بالبطاطس وبالفلفلة بالدنجان. تمام، انت دلوقتي عايز تعرف هل اللي عايز تتكلم عن الكسكس يعني؟ كسكس فيه شحال، فيه اي حاجة كسكس حلو ولا ما حلوش؟ الكسكس، الكسكس بيحتوي على نسبة عالية جدا من السيلينيوم. الكسكس بيحتوي على نسبة عالية جدا من السيلينيوم، وهو أحد أنواع مضادات الأكسدة الهامة اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة. علشان كده مثلا ليكن تلاقي دايما الروشتات بتاعت كل الأطباء زنك والسيلينيوم وفيتامين سي، علشان ما نيجي نتكلم عن المناعة يقول لك هذه دايما الزنك مع فيتامين سي مع السيلينيوم. فالسيلينيوم من افضل الحاجات اللي بتستخدم للمناعه وبتتكتب من قبل كل الاطباء علشان نزود مناعه الجسم. الكسكس فيه سيلينيوم برضو ليه دور كبير، وبالتالي لو المناعه بتاعتنا قويه تلقائيا مش هيبقى الجسم قادر ان هو يكافح اي مرض او اي عدوى ممكن تيجي في الجسم. الكسكس برضو نقدر نقول عليه ليه خواص مقاومة للبكتيريا، علشان كده لو احنا مثلا كنا بانتظام نقدر نقول ان هو ليه دور كبير جدا في مثلا في مكافحة بعض الامراض المنتشرة زي مرض الهربس، كروح البرد، في حاجة اسمها الحزام الناري. نقدر نقول ديت يعني الحاجات الطبية اللي انا اعرفها بشكل شخصي عن الكسكس. يعني هل الكسكس حاجات تانية؟ دي مش حاجات اللي هتذكرها يعني.